خليك بما معايا. انك اتكلمتي على الولاد، الام بقى، الام هنا في البيت تعملي ايه مع العيال؟ وما شاء الله توأم، وانا عارفه ان توأم ده حاجه صعبه قوي. انا تعبت قوي. يعني ربنا معاكي. والله تعبت قوي. تعبت وهم صغيرين، لانه بعيدا عن انهم متعبين، هم متعبين يعني ضعف ضعف ممكن تتخيلي في موضوع العيا. يعني بيعيوا مع بعض. بيع مع بعض، وعارفه احنا بنعمل كل حاجه مع بعض، هم بيعملوا كل حاجه مع بعض. يعني او حد مثلا عيف انا بفصل، يعني انا في البيت هو كل واحد عنده اوضه علشان لما حد يعيا ما يعديش التاني. فبقيت اعمل حركه من ذكائي الشديد، اللي يعيا بنايمه جنبي، فتعي انتوا ثلاثة لا فبيعديني فانا بعد التاني، بالظبط فبقيت كده، انتوا بقينا احنا الثلاثة. التلاته بدل هما الاثنين. تعب زائد ان هما بداوا يكبروا شويه حبايبي ما شاء الله. كام فتسعة دلوقتي؟ كام سنة؟ 9 سنين تسعة ما شاء ونص الله. يعني. فالخناقات طبعا، وبعدين انت لو جدع تدخلي بينهم مش انا وامهم، انتي يعني هما هتقولي لي على ياكلوا بعض، التوائم. هما ياكلوا بعض، مفيش دعوه انت يا ست بس الكل. قربي لحد فيهم، هي قربي بقى، كليكي قولي انتي. مثلا انت متعاقب ومفيش كذا، فالتاني يقول لك ما تتكلميش معايا، ما تكلميش اخويا كده. لا يعني ما شاء الله دي ربنا علاقة يحفظنا ما بعض. شاء الله، علاقة التوائم. يعني احنا نقطع بعض بس انت خليكي بعيد. مالكيش دعوة بيهم. بتعملي ايه بقى في العيد معاهم؟ يعني احنا كنا بدأنا كلام السؤال على فكرة الذكريات في العيد واللي كان بيحصل في العيد، وايه اللي متبقي من الحاجات اللي احنا كنا بنعملها واحنا صغيرين في العيد. ايه اللي انت بتعمليه معاهم او محافظة عليه ان انت تفضلي تعمليه معاهم في العيد؟ العادية، بتدي عيدية؟ كنت بتاخدي زمان، دلوقتي انت اللي بتدي العيدية. بدي عيدية وبناخد برضو، وماما بتديني لغاية دلوقتي، واخواتي الولاد بيدوني مع انهم اصغر مني بس بيدوني لغاية دلوقتي، وانا بدي ولاد اختي، واختي بتدي ولادي، وخالاتي بقى والناس وكده واصحابهم. لسه هما كانوا في حد، بابا حد من اصحابهم ادالهم عيدية، فاول ما دخلوا بيوروني، فقلت لهم لا يعني اتس تو ماتش، ليه وليه خدت؟ هما كانوا يا حبايبي ما متضايقين قوي وعارفين ان انا هتضايق وكده. بس طبعا انا ما اتضايقتش ولا حاجه، بس هما خايفين مني انه ازاي ياخدوا حاجه انا معوداهم انه يعني مستحيل. بس ده بابا صاحبهم يعني زي باباهم. فمام الام كلمتني قالت لي انت خدتي قوي على حاجه منهم، فانا اتكسفت قوي، قلت لها خدتها ميرسي قوي بس ده كتير وكده، وازاي عاديه كده كتير وكده وميرسي قوي وبتاع. فقلت لهم بقى حبايبي يعني احنا هاخدها منكم عشان اشيلها. فانا لقيت نفسي بعمل نفس اللي كانت بتعمله امي. ففي يوم تاني يوم هو جاي بيقول لي انا عايز فلوس. الفلوس اللي اداها لي بابا عمر يا ماما. فقلت له لا احنا مش هناخدها دلوقتي، لما نسافر هنسافر. قال لي انت حراميه يا ماما. فطبعا كنت هموت، لانه نفس الحاجه اللي كانت بتتعمل وانا صغيره بقيت اعملها من غير ما احس. بس انا والله شلقه لهم بجد عشان لما نسافر. ما احنا ما كناش بنصدق الكلام ده واحنا صغيرين، لا كنا انا بنشوف امي ان كانت ده بتاخدها، ما كنا بنشوف بترجعهاش ولا بالظبط، بسافر معاها ولا اصلا. بتروحش في حته. انت مع التربيه الحديثه وان انت تسيبي بقى الاولاد يعبروا عن نفسهم وكل واحد يختار اللي هو عايزه، ولا برضو في بعض الاحيان بتبقي الام المصريه الاصيله تتعاملي بالطريقه لا التقليديه؟ لا لا لا، عصريه جدا. جدا، لانه انا شفت الام المصريه الاصيله امي، طبعا ست الكل وفوق دماغي من فوق. بس كان في حاجات كانت انا كنت شايفه انها لو كانت حصلت كانت مش بصي، لما تحتضني تحتضني. تحتضني ابنك او بنتك، مش هيدوروا على حضن بره، مش هيدوروا على صاحب بره يقولوا له. ما تعرفيش الصاحب ده مظبوط. جاي من خلفيه عامله ازاي، ما تعرفيش الصاحب ده اهله مين، ما تعرفيش الصاحب ده مصاحب مين برضو انت ما شفتيهوش. فلازم يبقى سره معاك انت، محدش هيخاف عليكي قده. امي كانت بتقولي كده، بس انا كنت بخاف منها قوي، هي برج العقرب زي حضرتك كده. مش فانا كنت بنخوف ولا والله العظيم انتي بترعب ايه منها لغايه دلوقتي، على فكره لغايه دلوقتي. بجد؟ يعني انا دلوقتي بعمل الحلقه وخايفه تزعل من حاجه، فاهمه حاجه بجد بجد. والله بعمل لها مليون حساب. ربنا الاول يخليها. عشان كانت مثلا بتضربني وانا صغيره، او بتزعق لي، او بتحرمني من حاجات، ما فيش خروج، ما فيش صحابك، ما فيش مش عارف ايه. دلوقتي خوفا على الزعل، العقاب بتاعها ان هي تزعل منك. الزعل ده انا ما بعرفش اصالح، يعني ما بعرفش، خصوصا لو امي اقول لها ايه، طب ما تزعليش يا ماما، طب لا زعلانه، طب خلاص يا ماما بقى. خليكي براحتك. ما بحبش اسيبها زعلانه، وزعلها وحش، او برج العقرب زعله وحش قوي، انا مظبوط. ما بحبش ازعلكم يا جماعه، اوعي تزعلي مني او امي تزعل مني. فانا طول الوقت ببقى عايزه ارضيها، لانه كمان رضا الام ده، انا دلوقتي ام وبقيت احس بكل حاجه. وطول الوقت انت متهدده على فكره، طول الوقت انت خايفه اي حاجه عملتيها
انت خايفه هتطلع تحصل لك عليكي بالظبط يا كده. ماما يا رب، لا اي حاجه، اي كلمه، اي بصه، اي حاجه. فانت طول الوقت بيتغلط فيكي كتير قوي، وطول الوقت انت متسامحه وعامله كده، وانت بتموتي عارفه اللي هو انا مش هزعلها عشان ما يحصلش كده. انت خايفه كمان لما تكبري انه عيالك ما يعملوش فيكي كده. لو كل واحد بص للحته دي مظبوط محدش والله، هيزعل اهله والله العظيم صح. بجد. انا اختي بتستحمل ماما لدرجه ان هي لدرجه ان هي انا بقول لها مالك انت عيطي عادي، اضربها بالقلم او لا اضربك تعيطي، من كتر ما ماما بتعمل ستريس عليها بتقعد تزعق لها على حاجات هي عيني ما دي بتبقاش عاملاها، ياسمين، ببقى انا اللي غلطانه. دي ياسمين لا نسرين، نسرين. نسرين الاكبر. بقول لها يعني ببقى انا عامله المصيبه ونسرين تلبسها لغايه دلوقتي. فبقول لها طب اقول ان انا وكده، تقول ايه لا خلاص ما انا خدت الدش خدته، انا ما تخشيش تاخدي واحد تاني فخلاص اسكتي. فطول الوقت مش عايزين نزعلها، طول الوقت عايزين نرضيها. فبقول لك بقى كل ده علشان الصاحب لازم 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 يكون الام، لازم النصيحه ياخدوها منك انت، لانه ما حدش هيخاف عليهم زيك. صح. انا كنت بخاف من مامتي، فكنت بروح لاصحابي، كنت بروح لاهل اصحابي، اكيد اتضللت اكيد 1000000%. وش يعني انت انت كمان خدتي داخله معلومات غلط 9 سنين ونص، يعني قدامك شويه بسيطه هتدخلي بقى في مرحله المراهقه، يما. ودي لا يعني دي من المراحل الصعبه جدا انا جدا. كل سن ماما تقولي ده سن الغلاسه، قلت لها هم هيبقوا مش غلاسه. مفيش لا هم مكملين كده على طول، لا مفيش بس والله يا ولادي اسخف. جمال لا السن ده اللي هم فيه لغايه قوي. 9 10 يعني 11، بعد كده بيبتدي بقى يدخل في سن المراهقه، بس بيبقى فيه تغييرات بتبتدي تظهر من بدري، يعني من اول 9 سنين بتبتدي تحسي ان هم ايه، هو اصل هو ما بيبقاش عارف نفسه، هو لسه طفل ولا هو كبر يتعامل تعامليه كطفل ويتضايق منك تعامليه ككبير، يعني في تغيرات كده بدأتي تلاحظيها؟ لا هم اطفال قوي، اصلا انا لسه عيالي فيهم براءه شديده يعني اطفال قوي، حتى بشوف في ساعات اصحابهم وكده بشوف في اصحابهم قرشانات يعني، يعني حاجات غريبه بتاع. فهم محتفظين بطفولتهم، وانا مبسوطه جدا وراضيه كده وعايزاهم يفضلوا كده، يعني فيهم براءه. في اطفال بتشوفيهم تلاقي الواد من دول واقف اللي هو ايه يا ست الكل، دول انا مش عايزاهم.